خرجت الروح تصعد ثم تعود إلى الجسد بعد قليل. يعني هو بيتغسل ممكن الروح تبقى فيه بالقطع، هي فيه، ولما حد يكلمه أو كده بالقطع هو سامع. تمام. كل هذا وارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن يذهب به إلى القبر فتأتي الملائكة ويقيمانه ويجلسانه فيسألانه فيسمع صوتهم ويجيب. إذن الروح في الجسد أهي. ثم تظل الروح معلقة بالجسد حضرتك زي الشعاع اللي ليه بؤرة على الأرض. لو جبنا لمضة ولعناها، بس اللمضة دي في السماء وبص على الأرض، صحيح. روح الإنسان تظل معلقة بجسده هكذا أبدا إلى أن تقوم الساعة. ومن هنا فاللي بيعدي على قبره ويسلم عليه يرد عليه السلام. الله. وإن كان صالح يتونس بمن يزوره. يعني حتى لو الروح في السماء وبتتلاقى مع الأرواح فوق أو كده، بس حاسة بالناس متصلة بالجسد. في شعاع ما بين حلو موضوع اللمبة ده. كده الشيخ هو بيفهمني بالراحة، عشان الموضوع فيه لبس جامد، ربنا يكرمك. في شعاع ما بين الروح والجسد. الميت مدفون في القبر في السيدة عائشة عندنا هنا، وروحه في السماء. لما حد يعدي عليه هو عارفه، السلام عليكم، يقول له وعليكم السلام لغاية ما تقوم الساعة. إلى أن تقوم الساعة. الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يمر عليه أحد من أهله فيسلمون عليه إلا رد عليهم السلام. يبقى إذن المعلومة دي خدناها من سيدنا النبي، لأن إحنا ما عندناش معلومات عن ما بعد الموت. ما حدش مات واتدفن وبعدين رجع قال لنا ده حصل كيت وكيت.